لما استطعت الوقوف كما نقول الضوء الذي تعرف اليه. بالتالي رساله تفهم من كل شيء جديد واحد شخصا شخصا. عهد تونس، اعطوني النقطه الاولى. النقطه الاولى هي حمايه السياسه الوطنيه ورب الكعبه. ثانيا أنا أعهدكم وأخالفكم على هذا الشيء، أنفذ على حماية المؤسسات. لكن ما أتعهد به أساسا ونسبة منه رجلان أوفى هذا الوعد. رئيس حرس النهضة أوفى الوعد لأنه دعا بعلم وضوح وأوصل بصبر إلى انتخاب هذا الرجل الذي حال معه هو النظام هو معه. وأيضا رئيس حزب نداء تونس لما أصبح رئيسا أوفى وعده فحمى حركة النهضة من النموذج المصري. أراه أن أخذه على نفسه اليوم أمامكم جميعا وأمام هذه المدينة. إخواني أخواتي اسمحوا لي يعني أن أذكركم بأن اليوم أنا في التحصيل الحصري، لكن أريد أن أتوجه للعائلة ما يسمى العائلة. أنتم أهلي، أنتم أحبابي، أنتم سندي. تونسيين أطالب منكم هذه المرة أيضا أن تدعي الملكية التونسيين. إذا كان عندكم وفاء للحزب فإن وفاء كل وطن يجب أن يكون أرفع من الوطن، الوفاء للحزب من أي مكان. الأول القصة الأولى هي يعني استعادة استقلال البلاد، لأنه صار فيه نزيف الاستقلال، استعادة السيطرة على ثرواتنا الطبيعية. الحاجة الثانية هي العودة إلى برنامج محاربة الفساد، لأنه تو الناس كلها تتكلم على حرب الفساد لكن في الواقع هي حرب بين الفاسدين. القضية الثالثة هي استكمال المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية. النقطة الأساسية هي الدبلوماسية الاقتصادية، لأنني عندي تجربة كبيرة في هذا الميدان. العودة إلى المفاوضات مع أوروبا لإعادة جدولة الديون ولإعادة يعني شروط يعني مشاركتنا في أوروبا بكيفية تكفل لاقتصادنا وخاصة لفلاحتنا البقاء، وخاصة حماية الحقوق والحريات بما والأساس. الفكرة الأساسية اللي نجيبها هو أنه يلزمنا مباشرة نعمل مؤتمر وطني لإعداد تونس للصدمة المناخية، لأنه ثم اليوم تغيير مناخي. البلاد مهددة بالعطش وكل الناس بدأت تشوف، مهددة بارتفاع مياه البحر، مهددة بالتصحر، بحيث من هنا 30 40 50 سنة البلاد نجم تكون في ورطة إيكولوجية كبيرة ياسر كالعالم أجمع، والناس كلها ماهيش عاطية أي قيمة لهذا الموضوع. أنا مباشرة بعد إذا كانت الشعب أعطاني يعني أعطاني ثقته سأدعو إلى أنه تخطيط وتفكير اللي البلاد كلها يعني تمشي فيه حتى نحمي الأجيال المقبلة. لماذا تلتزمون وتتعهدون بصورة عودتكم إلى قصر كارتاج؟ أتعهد صعب بحماية الأموال من السرقة، أتعهد بحماية الدستور، أتعهد بحماية يعني أتعهد بحماية الاستقلال الوطني.